خلينا في البداية نتكلم على فكرة جاتت. ايه قصة جاتت؟ يعني مين بقى اللي بدأ بفكرة جاتت الأول عشان أبدأ معاك كلام؟ هو بصراحة بداية يعني هو الكلام اللي هنتكلمه دلوقتي مش احنا الثلاثة بس اللي عاملينه، احنا تيم عبارة عن ستة، واللي لقى الفكرة كمان مش موجود معانا، هو اسمه حسن عبد الرحمن. كمان معانا عبد الرحمن أحمد صالح ومعانا بدر محمد. طيب حسن كان ضايع منه محفظته ولازم بقى يلاقي بطاقته عشان اجراءات ومشاكل وما الى ذلك، وعشان يطلع البطاقه كان راح عمل بلاغ والموضوع كان مأزم شويه واخد وقت ودور كتير وما الى ذلك. في نفس الوقت ده احنا كنا بندور على فكره مشروع التخرج. فقلنا ليه ما تكونش دي فكره مشروع التخرج، انه احنا ندور على الحاجات اللي ضايعه. في نفس الوقت برضو يعني احنا لما فكرنا في الفكره دي قلنا لا، الفكره لسه قليله ومحتاجين نكبرها اكتر من كده. في نفس الوقت ده كنت انا عندي طريق تاني او فكره تانيه، ان انا حابه ان احنا نعمل حاجه خيريه، ان احنا بس ما يكونش مشاريع تخرج للفلوس او ان احنا نكسب وما الى ذلك. ليه ما يكونش حاجه ليها علاقه بان احنا نعمل حاجه للناس من غير ما نستنى منهم مقابل، يعني تكون قيمة إنسانية أكتر من تكون قيمة مادية. فأحيانا مننا ناس وإحنا ماشيين بنلاقي ناس متسولين، بنشك في إن هم ممكن يكونوا مثلا مخطوفين وتم استخدامهم بشكل ما، صحيح، في إن هم يكونوا متسولين، ولكن مش بيكون عندنا حاجة تقدر تضمن ده فنقدر ناخد أكشن. طب ودي بقى ففي الحالة دي إحنا برضو عندنا أشخاص ضايعين، فإحنا كده بقى عندنا أشياء ضايعين اللي هي المحفظه والموبايل التابلت اللابتوب ما الى ذلك، واشخاص ضايعين. كذلك القطه بتاعت حضرتك. أيوة القطه والكلاب حبايبي دول لما بيطيروا مننا ونقعد نعيط عليهم. لا اهم حاجه القطه. دول بصراحه يعني. وبرده قلنا برده ليه ما يكونش معانا الحيوانات والكلاب وما الى ذلك، ان احنا ليه ما ندورش على كل الحاجات دي في ابلكيشن واحد، بدل بقى ما ندخل في الاجراءات العاديه بقى وندور ونعمل الحاجات دي ازاي. هل الفكره دي جت لكم ان انتوا استمدتوها من حاجه شفتوها بره، بلاد بره زي ما بنقول، يعني اتعملت بره او مش استمدناها من بلاد بره، احنا شفنا العيب اللي موجود في الحاجات الموجوده حاليا. يعني احنا مثلا لحضرتك مثلا ضاع منك الكلب او القطه بتاع حضرتك، فاول حاجه بتعمليها ايه؟ بتصوري لها صور وتنزليها على الفيسبوك، والفيسبوك بقى ايه ده موال، الناس بقى شير لو سمحتوا انا الكلب ضايع، وفرصة انها ترجع بالطريقة دي فرصة قليلة جدا. قليلة جدا، او حد يبقى جايب لك حاجة شبه النوع، لان الانواع ساعات بتبقى شبه بعض جدا، فيبقى جايب لك حاجة شبه الكلبة بتاعتك ومش دي. او انا على جروب واللي منزل على جروب تاني مثلا. هو الدنيا اللي هو ان انا اوصل، يعني هو ده الابلكيشن. ده نازل اندرويد واي او اس خلاص؟ ده اندرويد واي او اس، وفي الفيوتشر وورك ان هو المفروض هيبقى ويب سايت. طب هل هو مفعل ولا لسه تجريبي؟ هو لسه تجريبي لحد اللحظه بسبب حاجه واحده بس، احنا مستخدمين هيفي ايمج بروسيسنج. الحاجات دي بتحتاج ماشينز، ان انا باجر حاجه اسمها سيرفر. السيرفر ده المفروض ان انا بعمل ديبلوي للابلكيشن بتاعي ليه عشان يشتغل، فالمفروض السيرفر دي بتاخد مني ايجار كل شهر، واوقات مثلا ايجار بيريوز ان انا بالاستخدام الواحد وفي حاجات بس. انا بس هي الفكره ان احنا في الفتره دي محتاجين بقى سبونسر عشان يقدر يفند مثلا بمبلغ كبير في السيرفرات، لان يعني الوقت الحالي انا لو نزلت الابلكيشن دي مش هتشتغل. هو الوقت الحالي لان انتم عايزين فند اصلا هي مش موجوده. هو موجود معانا حاليا مثلا كاستخدام اللي هو تيستنج، استخدام لسه في مرحله تجريبيه بالظبط. بس هو لحد دلوقتي عامل نتائج كويسه جدا وشغال معانا زي اللي هو على موبايلاتكم. يعني انتوا جربتوه على موبايلاتكم. طب ضيعتوا ايه كتجربه اولى؟ المحفظه يعني طلعتوا على حته المحفظه دي رجعتوها؟ هي رجعت بس مش استخدام الابلكيشن. اعترفوا. بس احنا ضيعنا حد من التيم بتاعنا. يعني انتوا جربتوها في حد قصدين بقى تضيعوه؟ نجيب ناس مثلا نغير في شكل وشهم ونصوره، ونجيبه في حته ثانيه نغير في شكل وشه خالص ونصوره، ونشوف الابلكيشن هيقدر يلاقيه ولا لا. ولقاه فعلا. ده معناه انه النشالين يقلقوا؟ طبعا. دي كانت من الحاجات اللي قلقانه، لان احنا ما كناش عارفين نعمل ايه ساعتها مع الاطفال. لان خلاص انا لقيت طفل، هل بقى الطفل ده يعني هحطه في بيتي؟ في ناس ممكن تقلق، في ناس لا. ما هو انت لو لقيت الطفل هتوديه للقسم الشرطه او تسلميه. فهي دي كانت الحاجه، ان احنا لا اما نكلم مثلا دار ايتام او الحاجات المختصه حاجه زي كده، او نتكلم بقى مع اسامي الشرطه وهم ساعتها هيتصرفوا معانا. وكمان الناس اللي هم عندهم، الناس الكبار اللي عندها زهايمر مثلا ولا حاجه، او الناس الكبار اللي ما بتكونش مدركه قوي، برده المفروض ان احنا كنا يعني المفروض ان احنا نتفق مع دور المسنين والحاجات دي، ان هم برده لو ضاعوا او حد لقاهم يقعدوا هنا لحد ما صاحبها يلاقيها.
خصوصا. بس طبعا ده ما يغنيش عن برضو شبكات التواصل الاجتماعي، بالذات في طبعا حتة اكيد. الزهايمر كمان، مش كده؟ احنا ليه مثلا ما نخليش شبكات التواصل الاجتماعي دي كلها تكون متجمعه في مكان واحد اللي هو الابلكيشن بتاعنا؟ لان فكره ان احنا لو استخدمنا شبكه التواصل الاجتماعي زي ما قلت لك، انا على جروب وهم على جروب، او انا نزلت على تويتر والحد اللي لقى الحاجه اصلا على فيسبوك، فالابلكيشن اضمن فعلا. احنا محتاجين لا، وفي ناس على فكره ما بتحبش الشبكات التواصل الاجتماعي دي خالص، يعني في مثلا ناس هو الابلكيشن برضو كده هيكون يعني مكان واحد. انا حاجه ضايعه فانا عارفه انا رايحه فين. حد عامل حساب ده؟ احنا يعني اصلا ده غرض من اغراض الابلكيشن بتاعنا، ان احنا نوحد يبقى مكان واحد انا عارف هنزل فين حاجه ضايعه وهدور فين لو حاجه بتاعتي فانتوا ضايعه. كده